غنسنس شنو دازو كنعرف غير راسي واش ملي كنربي كتجيني بحال شي قحبه وسط الفراش كاع لي قاري فلسفه اخرتو 3-6 داك لي سماني هرهور عارف راسو قطه فوسط العمليه ما كنمانيش المرفوز متو غير ثانيه ناد كلاشاني في مرسو فهم النظريه انت اللي قاري مخو ولا جمير ليك خاويه ما غينفعوكش الدورسو انت راك جاي بلا تكنيك الجوان بلا طابه شني حالك مروحو ديموس الغابه سخون بحال شي لافا مرحبا بكم في رابع رياكشن هاد الليلة. رابع رياكشن اونكور اون فوا غادي نديرو الفردة لانني ديك خطرة قلت لكم الفردة ما عنديش بزاف والفردة كنعتبرو من احسن لي رابر اللي كاينين في المغرب. الوغ هاد الليلة اختاريت لكم غادي ندير لكم ديسك اخر ديسك واحد ديسك قديم ديال الفردة سميتو اوكيبي. الناس اللي غادي يكونوا فاتميزو صافي اخويا صافي جات وقت الفردة دابا صافي باقي وباغي اوكيبي هاد الديسك هذا زويون ديال الفرده بزاف ديسك ثقيل وبشويه وديال تعطيو ودنيكم غادي تصنتوا لواحد الديسك زويون. والناس اللي باقي ما سامعينش هاد الديسك هذا ديال الفرده يتصنتوا لهاد الديسك هذايا وعطيو ودنيهم تصنع باقي كلشي زربان باغي يسالي اوه تسناو حتى جا الفرد عاد وليتو باغي نتسابقو راه غنحبسو كلشي حنا غنسدو لا شيف نديرو حتى حاجه ارا بالراحه يلا شوف حتى التراك وراكنا في حاجه اخرى. المهم على اي ديسك ديال الفرد سميتو اوكيبي ديسك واعر بزاف وانتم غادي تصنتو سمعوا الكلمات لانه ديسك كيستاهل جدا. داكشي علاش كنقول لكم الفرده ولا بحال المغنيين الواعرين كيقدوا يلعبوا في ستيلات مختلفين يقدوا يلعبوا في الزربان يقدوا يلعبوا في التقيل يقدوا الكلاشي ويقدوا هذا كلشي كاين مع الفرده. ارا بالراحه غادي نصنتوا له الديسك هذا اوكيبي وغادي تقول لي اش كي جاكم الديسك هذا. الناس اللي باقي ما سمعوش الديسك هذا يقولوا لي الراي ديالهم في لي تعاليق. Let's go! سنطل كلمات مجادين بزاف نمت على الوقت شفت تكاد القلب شبعان عموم خليني عايش بوحدي بعد مجتمع حقير غيب تلوك تلقاو البديل كنشوف عشان عيا كنقول خليني ندير غادي بغيت ما يسالش شحال من صاحبي ولا عدويا جا منوت نحقد صاحبي هكا بغاني بويا كنبغي وحده اللي رطعتني وانا باقي صغير ولولا ما انتي ولدك بلا بيك عايش بصير صدمت فداع الناس عشرة فاملية حياتي شوية مقوضة بلادني بألف كية ولاد الناس بغوني نكون خايب وماشي ليا مشيت في طريق عوجة مهمتي سمحي ليا. واو لاحظتوش اشطرا دابا من بدا الديسك حتى دابا لاحظتوش شحال من حاجة من القافية فاش كيقول فاش بزاف تمزكو حيت الحقيقة مقوضة صعيب تعيش ساحي حنت بزاف بغيت نطير كطاولي جناحي مبقيتش كنغير قلبي ما ترتاحي بغيت شي ناس درت تتاقة وقتلوني بسلاحي ام صوري مهمتي كنبغيك عارف بلي رضاك ديما معايا عم صار ديما سبالي خبيتي داوي مع المرايا عشرة حشيش وطابة عم صار بابا حياتي كاملة بينا كنشوف غير دبابا خليني غارق وسط نوب ربي اللي حاسبني واو اني فاق الكتوب ضم
قماش وشي غلبني صاحبي صحابني نجاي بحالي ساعة حسدني جبت حاسب زعما ضايع ونجادي ما قاربني حياتي ضربة بركلة وخلي بلادي مقروس لساني شدو بجومة تخلى كلشي مفقوس خليني بوحدي انا وامي عايشين طقوس خليني مدرب وجهي وسط شعب كل وقوف واو هادي بزاف خليني مدرق وجهي وسط الشعب كله بوغوس شحال واعر هادي شحال هاد التوريك هادي ديال الشعب كله بوغوس وهادي بالضبط بنادم كلشي كيصحاب راسو راه هو المزيان هو الزوين هو اللي ما كيديرش الغلط الوغ كلنا فينا الاخطاء ديالنا وكل واحد ديال الصلاح الاخطاء اللي فيه غنقادو هاد المغرب هذا المورا العابد صاري وغاني قايل لتعامل شي المرة تجاني تجانش غاش كون واجي شواني طلع راجل حيش خلاني سايل ذاقني في صحتي ممانتي خلاني واحد وصاجيني باش نزل قال لي دزل الراس مزيان عم صور المهم شي كان بغيك عارف باللي رضاك ديما معايا عم صور ديما صدقني يخبيني شي دوما انا مرايا عشبش حشيش وطابة عم صور بابا عم صور بابا حياتي كان نغينا كان شوفير بابا سيد هذا فنان المرة الجاية غنهبط المغرب غنتلاقى بالفردة ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله مي خاصني عرف شكون هو الفردة صافي عارف شكون هو الفردة بلا ما تكتبو سميتو عارفين شكون هو الفردة الله يسهل عليه الله يسهل على الجميع كل واحد وظروفه الله يسهل على الجميع الله يسهل على الجميع على اين كنتمنى الديسك هذا يكون عجبكم عاودوا تصنتوا لي شي ديسك اللي كنعزل ليكم كنبغيكم تعاودوا ترجعوا تصنتوا ليهم خدموا الفرده اوكوبي خدموا تصنتوا الكلمات بشويه وسمعوا كل وحده وتعرفوا هذا السيد هذا هو ثلاثة دقائق ديال الكتابه زويونه وديال هذه بالريتم بالقافيه بكلشي احترامات لهذا السيد هذا خويا الفرده برافو راه كنتسناو اخويا كنتسناو الالبوم كنتسناو الالبوم اخويا كنتسناك تجاوبني في لاباج ديالك باش تخلينا انا خايف غندير ديسك ونبغيو نديرو ويديروا لنا الكوبي رايت الوغ اللي غتوصل لي شاف هادي يوصل للفرده اللي شاف هاد الرياكشن واللي شاف هاد لاشين يوصل للفرده قول له واحد الصاد كيدير لك لي رياكشن ديالك فان ديالك وبغاك تعطيه لوتوريزاسيون باش يبقى يدير لك لي رياكشن يلا وصلوا لي الميساج باش نقدروا نديروا رياكشن احنا مرتاحين بالنسبه للفرده على اي ديسك واعر بزاف مضمون ديال الديسك وكيفاش داو وكيفاش طالعوا الريتم باش غادي به امبيكابل برافو اخويا الفرده برافو الله يسهل عليك وننتظروا الجديد ننتظروا الديسك ديالك ننتظروا الالبوم ديالك الجاي كوشمار ان شاء الله على اين كانت هذه رابع رياكشن هذه الليله هذه باقا لنا رياكشن وحده وعارفين تعمل الرياكشن اللي باقا مستر قناوي خرج ديسك حتى هويا فيت مع واحد الدري جديد صيفطوا لي بزاف ديال الميساجات باقا ما تصنتش ليه غادي تصنت ليه معكم في هذا الرياكشن الجاي ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله عادياس